الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الفائزين بالجوائز الأفضل في العالم ذا بيست العام 2022 في الحفل مقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس في تمام العاشرة مساء اليوم. وتشمل جوائز الفيفا في حفل الأفضل الليلة 9 جوائز، وجاءت قوائم المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في العام كالتالي. المرشحون لأفضل لاعب كريم بنزيما، كيليان مبابي، وليونيل ميسي. المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى ياسين بونو طبعا المغربي، وكورتوا، ومارتينيز حارس مرمى الأرجنتين وأستون. أفضل مدرب رجال طبعا أنشلوتي ريال مدريد، بيب جوارديولا مانشستر سيتي، وسكالوني منتخب الأرجنتين. وأكيد يعني مش محتاجة سكالوني هيكون موجود بشكل كبير جدا. طبعا مرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم بولندا طبعا مارسين أوليكسي، و مش شايف يا جماعة أنا آسف، وفاراتا موجود طبعا في القائمة كأفضل الهدف، والهدف كويس جدا. استال موجود كمان كأفضل هدف في الدوري البولندي. ديمتري باي في فرنسا من مارسيليا، وفي طبعا في دوري المؤتمر الاوروبي او في لقاء مؤتمر الاوروبي في الدوري الموجود باوك ممكن يكون من ضمنهم هدف. عندك ريتشارلسون في كاس العالم، انا كنت مستني اشوف الرقم ده او اشوف الجون ده تحديدا، بالتالي ريتشارلسون هيكون هو الفائز بشكل كبير. يعني اتمنى يعني نشوف حفل كبير، ولكن في ناس كتير بتتكلم على فكره الفائزون بافضل او بجائزه الافضل في ذا بيست، ومتوقع بشكل كبير زي ما قلت لكم في البدايه ان يكون ميسي هو افضل لاعب في العالم، ومتوقع ان سكالوني مدرب الارجنتين يكون افضل مدرب في العالم. دي توقعات بشكل كبير جدا، مش توقعات شخصيه، توقعات العالم كله وكل النقاد الرياضيين. كمان ريتشارلسون الهدف بتاعه طبعا مع البرازيل هيكون من افضل الاهداف بشكل كبير جدا. ياسين بونو كنا نتمنى يكون موجود، ولكن متهيألي كورتوا او مارتينيز ممكن حد فيهم هو اللي يفوز. الفائزون بجائزه افضل لاعب في ذا بيست في استفتاء الفيفا منذ عام 1991 طبعا الالماني لوثر ماتيوس، انتر ميلان الايطالي 92، الهولندي ماركو فان باستن ميلان الايطالي 93، الايطالي روبرتو باجيو يوفنتوس الايطالي 94، برازيلو روماريو برشلونه الاسباني 95، الليبيري جورج ويا ميلان الايطالي. واخدين بالكم الانديه الايطاليه كانت مسيطره هنا مع لاعبتها. 96 البرازيلي رونالدو برشلونه الاسباني، 97 رونالدو ايضا البرازيلي الظاهره برشلونه الاسباني، 98 الفرنسي زين الدين زيدان يوفنتوس الايطالي، 99 البرازيلي ريفالدو برشلونه الاسباني، 2000 زين الدين زيدان طبعا الفرنسي يوفنتوس الايطالي، 2001 البرتغالي لويس فيجو ريال مدريد الاسباني، 2002 البرازيلي رونالدو الظاهره ريال مدريد الاسباني، 2003 الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، 2004 رونالدينيو البرازيلي برشلونه الاسباني، و2005 رونالدينيو ايضا مع برشلونه المره الثانيه على التوالي، 2006 الايطالي فابيو كانافارو ريال مدريد الاسباني، 2007 البرازيلي كاكا مع ميلان الايطالي. كلها اسماء كبيره جدا جدا. 2008 والظهور بقى الاول هنا لكريستيانو رونالدو البرتغالي مانشستر يونايتد الانجليزي، و2009 الارجنتيني، وظهور ايضا لميسي هنا 2009 مع برشلونه، 2010 ميسي ايضا، 2011 ميسي ايضا، و2012 ايضا ميسي 4 مرات متتاليه. ثم يعود كريستيانو رونالدو للمره الثانيه 2013 مع ريال مدريد الاسباني، و2014 ايضا كريستيانو رونالدو، 2015 ميسي يعود مرة تانية مع برشلونة، هنا بقى بدأت منافسة بينهم، ثم يعود كريستيانو رونالدو 2016 كأفضل لاعب، 2017 كريستيانو رونالدو، 2018 يظهر بقى الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، و2019 ميسي يعود مرة تانية مع
برشلونة يكون الأفضل. 2020 ليفاندوفسكي آخر نسختين طبعا 2020 2021 دي الأسماء الموجودة بنسبة كبيرة. ميسي بعد غياب سنين من 2019 أتوقع 2022 يعود ميسي من جديد. كشفت تقارير لصحيفة ماركا الأسبانية أن نادي ريال مدريد الأسباني قرر مقاطعة حفل جوائز بيست احتجاجا على عدم وضع فينيسيوس جونيور جناح الفريق ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم، لأن فينيسيوس لعب دور حاسم في فوز المرينجي بدوري الأبطال خلال الموسم الماضي. وفقا للصحيفة الأسبانية فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هو من سيتوج بجائزة ذا بيست 2022 كأفضل لاعب في العالم، متفوقا على الثنائي الفرنسي كيلين مبابي وطبعا بنزيما في ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد استقر على إرسال شخص واحد لحضور الحفل وهو إيميليو طبعا يكون موجود مدير العلاقات والمؤسسية بالنادي، بما يعني غياب كريم بنزيما وكارلو أنشيلوتي وكورتوا رغم أنهم ينافسون على الجوائز. معنا كده أن ولا واحد من دول هيفوز بأي جائزة.